شرفت بلقاء فخامة الرئيس وكان يعني لقاء رائع ومتميز يؤكد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر فهناك تقدير كبير من خادم الحرمين الشريفين سمو العهد للجزائر والعلاقات ولله الحمد دائما قوية والتواصل مستمر وانا اتيت في زياره لبلدنا الجزائر وهذه اول زياره لوزير حج للجزائر لنؤكد ترحيبنا بجميع ضيوف الرحمن الجزائر وترحيبنا بجميع المعتمرين باي عدد بدون اي قيود وكذلك ترحيبنا كذلك بالحجاج هذا العام وخصوصا انه ولله الحمد عاد الحج الى اعداده السابقه بدون اي قيود عن العمر وتم الاتفاق على تحديد حصه للجزائر ب 41300 حاج ونحن كذلك نؤكد حرصنا على تقديم كل التسهيلات للحجاج وترحيبنا بهم ونؤكد كذلك على عمق العلاقات القويه التي اكدها فخامه الرئيس ونؤكدها كذلك من المملكه على هذه العلاقات الاخويه والوطيده والمستمره على مر العصور ف نقول آه يعني آه نحن ندعم كل ما يساهم في توطير علاقات بين الشعبين وبين البلدين واشكر آه آه اخواننا في الجزائر على حسن الضيافه وعلى حسن الاستقبال فكانت زياره موفقه ونتائج مثمره ومره اخرى كل شكري وتقديري